السلام عليكم، اهلا فيكم في فيديو جديد، واسف على الاكوال الموجود هنا، غرفه فاضيه وصغيره، لكن خبر بسيط وسريع. ابل الان في الايفونات الجديده الاختبار حق الايفونات، كل الايفونات 16 صار فيهم الشحن يوصل الى 45 واط. اوكي، قفزه من السنوات اللي راحت كنا واقفين على 20 واط، الان وصل 45 واط. طيب كم راح يشحن معك الايفون من في 30 دقيقة؟ هل يوصل 80 شيء؟ ما حد يعرف بالضبط. التغيير اللي صار، أبل غيرت البطارية الداخلية وحطت التشتت الحرارة تبريد اللي يسمونه بعض الأشخاص. فالآن في شيء في البطارية الجديدة تغنية وبرضو تبريد حرارة، فالحرارة ما راح ترتفع بسرعة في وقت الشحن، فهذا اللي خلي أبل رفعت الشحن بالكيبل الى 45 واط. لكن فعليا في موقع ابل مش كتبت لك انه يدعم 45 واط. نفس الشيء الايفونات القديمه، يعني لو عندك ايفون 15 برو او 15 او اي فئه قبل، اذا حطيت فيها شاحن 30 واط يوصل الايفون ترى 30 واط. انا 15 برو ماكس احيانا شحنه يوصل الى 27 واط الى 28 واط، لكن ابل فعليا ما تتكلم عن هذا الشيء. فهل أبل راح تصرح في موقعها وتكتب ان الايفونات الجديده يدعم ال 45 واط ولا لا؟ ما حد يدري بالضبط، لكن طلعت تسريبات واخبار واوراق مثل ما تشوف عندكم في الشاشه ان الايفون القادم يدعم 45 واط. كذا اوكي، يكون ميك سنس شويه وكل شيء مفهوم، لان الايفونات اللي راحت كان الماكسيف يدعم 15 واط والكيبل يدعم 20 واط. اوكي، لكن الايفونات الجديده قبل بس تكلمت عن الماكسيف، ان الماكسيف الجديد والايفونات مع الايفونات الجديده يدعم الى 25 واط. فكيف ما فهمناها؟ كيف الماكسيف الجديد يدعم 25 واط والكيبل 20 واط؟ كيف الانقلاب ده اللي صار كذا؟ يعني لو بتخلي قبل كذا اعرف انها جالسه تقتل الكيبل، ما تبي الناس يستخدمون كيبل، المستخدم ممكن تشيل الكيبل ممكن، لكن الان اوكي ميك سنس شوي. الان اذا الشاحن الماكسيف وصل 25 واط فبالكيبل الان يوصل ل 45 واط. نشوف كلها اسبوعين او اقل من اسبوعين راح نشوف، كم اسبوع ويوم ويومين راح نشوف الايفون ونختبره معاكم ونشوف كم مقدار الشحن الفعلي اللي يعطي الايفون. طبعا هذا في الايفون نفسه، وقبل اتوقع انه اذا ما راح تصرح تصرح السنه القادمه نفس حركة الايفون 6S تقريبا اللي كان مقاوم للماء، لكن ما تكلمت عنه، تكلمت عن الايفون اللي بعده، فتحط لك الشيء بدون ما تتكلم عنه، ما تقول لك انا حطيت هذا الشيء، لكن تغني موجود عندك. يعني حتى الايفونات اللي راحت تقول لك 20 واط، لكن فعليا نوصل فوق ال 20 واط. الجهاز نفسه قبل فتح هذا المجال ان الجهاز ياخذ فوق ال 20 واط، لكن ما تكلمت. الان حطيت 45، ف بال 45 الان برضو ما تكلمت، فهل السنه القادمه راح تتكلم وتقول لك ان حاطين 45؟ ممكن. بس خبر كذا حق الاشخاص اللي بيشترون الايفونات الجديده، تبي شحن اسرع؟ طيب من 0 الى 50 كم راح يشحن عندنا؟ من 0 الى 80 كم يشحن عندنا؟ ما نقدر نضربها وما نقدر تسوي لها ماث كالكوليت وكي، من اذا كان 20 واط راح يوصل في نص ساعة 50، فالآن 45 واط راح يوصل مثلا في النص ساعة 100%، ما تقدر تحسبها كذا، لازم تكتب لك الشركة. فهو الأصل على النص ساعة يحسبونها، ف يمكن يوصل 80 وبعدها خلاص يكون شحن بطيء ممكن. بس السلام عليكم.